من القاهرة الإخبارية، أهلا بكم معنا. ما زالت التغطية مستمرة معكم، حيث أن نتنياهو يعلن رسميا موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق الوقف إطلاق النار في لبنان. نستعرض معكم في هذه التغطية أبرز ما جاء في تلك البنود. قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يهدف إلى فصل ساحات القتال وعزل حركة حماس. كما قال نتنياهو في كلمة له عقب موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، قال إنه سيطبق اتفاق وقف إطلاق النار وسيعيد بناء الشمال. أشار نتنياهو أيضا إلى أن الحرب لن تنتهي حتى تحقق ما أسماه بجميع أهدافها، بما في ذلك إعادة سكان الشمال إلى ديارهم مرة أخرى. كما أشار في نفس الوقت لأنه إذا قرر حزب الله اللبناني العودة إلى الهجمات فإن إسرائيل ستعود للرد عليه، مؤكدا أن هناك حاجة لتقويض قدرات حزب الله ومنع أي جهود لحزب الله من أجل التسليح في المستقبل. أضاف نتنياهو أن إسرائيل استطاعت إعادة قدرات حزب الله العسكرية سنوات إلى الوراء على حد تعبيره، وأنه قد تم تدمير أهداف استراتيجية كبرى في بيروت وفي الضاحية الجنوبية. قال نتنياهو أيضا في كلمته إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيزيد الضغط على حماس في قطاع غزة. وفيما يتعلق بإيران، أشار نتنياهو إلى أن رد إسرائيل عليها كان إيجابيا ومنظما وقد حقق أهدافه لحماية الإسرائيليين بحسب قوله. هذا وقد تم الكشف عن الاتفاق الكامل بين إسرائيل ولبنان وفق ما أفادت به مراسلتنا، حيث يدعو الاتفاق حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى الموجودة في الأراضي اللبنانية، يدعوهم إلى عدم القيام بأي عمل هجومي ضد إسرائيل. في المقابل لن تقوم إسرائيل بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك على الأرض أو في الجو أو في البحر. الاتفاق يؤكد كذلك على اعتراف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وللمزيد تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. تحية لك دانا. بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على هذا الاتفاق الذي يقضي بوقف إطلاق النار، كانت هناك كلمة لنتنياهو، ترى ما الرسائل التي جاءت في هذه الكلمة دانا؟ ثلاثة رسائل حاول بنيامين نتنياهو إيصالها أو استخدامها كمبرر لإقناع الشارع الإسرائيلي من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ولربما لم يذكرهم بهذه التراتبية، ولكن الأهمية لدى بنيامين نتنياهو والمستوى السياسي التي دفعت المستوى السياسي وإسرائيل بشكل عام للموافقة والمضي قدما في هذه الصفقة هي فصل الجبهات عن بعضها البعض، وأقصد بذلك فصل جبهة جنوب لبنان عن جبهة قطاع غزة، لأن في إسرائيل المعتقدات تقول بأن هذه الجبهة كانت جبهة إسناد، وإذا تم التوصل إلى صفقة دون أن تكون متصلة ومتواصلة مع الوصول إلى صفقة وتهدئة في قطاع غزة، فبهذا نجحت إسرائيل إلى فصل الجبهات عن بعضها البعض. وحتى وإن وصلت إسرائيل فيما بعد إلى صفقة في قطاع غزة، هذا يعني بأن لبنان وحزب الله تحديدا لن يقوموا بمبادرة إطلاق صواريخ على إسرائيل كجبهة إسناد. كذلك الحال تحدث بنيامين نتنياهو أن ما دفع إسرائيل للوصول إلى هذه الصفقة هو التفرغ للإيرانيين ولإيران وإحباط المفاعلات النووية والتطور النووي وكل ما تسعى إيران إلى الوصول إليه في الشرق الأوسط. وكذلك الحال تحدث بنيامين نتنياهو أن الوصول إلى وقف إطلاق نار في جنوب لبنان لإراحة جنود الاحتياط ولتعزيز هذه القوات، ولربما في هذا مهرب لبنيامين نتنياهو من ضرورة التوصل إلى إدخال جميع الإسرائيليين في التجنيد الإجباري، وهذا أمام أزمة ما يسمى أزمة الحريديم في الشارع الإسرائيلي، وخاصة أن هنالك أصوات من داخل الائتلاف الحكومي وعلى رأسها وزير الأمن المقال والوزير الأمن الجديد إسرائيل كاتس
الذين طالبوا بأن يكون اليهود سواسية أمام القانون وضرورة أن يكون هنالك فرض للتجنيد الإجباري، وكان هنالك استصدار أوامر استدعاء للتجنيد الإجباري إلى 7000 حريدي. أي وكأن بنيامين نتنياهو، لأنه كان هنالك تزمت طوال الوقت من الشارع الإسرائيلي، من جيش الاحتلال الإسرائيلي، من جنود جيش الاحتياط بأنهم أنهكوا بسبب إمادة هذه الحرب، لربما الوصول إلى تسوية في جنوب لبنان يخرج نتنياهو من أزمة الحريديم وأزمة الزج في جنود الاحتياط وحاجة جيش الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت إلى 10,000 جندي إسرائيلي. كذلك الحال حاول بنيامين نتنياهو في خلال هذه الكلمة استعراض كل الإنجازات العسكرية، قال بأنه أرجع حزب الله إلى الوراء سنوات طويلة، قال بأنه تم التصدي للعديد أو مجمل المسيرات التي كانت قد انطلقت من العراق، وكذلك الحال تحدث عن إنجازات عسكرية تحسب طيب. لإسرائيل سواء من تفجير البيجرات أو حتى من اغتيال الأمين العام والصفوف. يعني إذا هي بنود متعددة في هذا الاتفاق دانا، سوف نعرض ما جاء في بنود هذا الاتفاق ثم نعود إليك مرة أخرى. بعد عرض بنود هذا الاتفاق نعود مرة أخرى إلى القدس المحتلة مرة مع دانا أبو شمسي. أعود لك دانا مرة أخرى، يعني في بنود هذا الاتفاق نتنياهو دائما ما يؤكد على أنه ملتزم بعودة سكان الشمال إلى منازلهم، هذه نقطة بالتحديد دائما ما يتحدث فيها نتنياهو. هل لأن الحرب في لبنان وضعت نتنياهو في مأزق وخاصة فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي، وبالتالي هو يتحدث حول أهمية الالتزام بعودة سكان الشمال مرة أخرى إلى منازلهم بعد الخسائر التي مني بها سكان الشمال، بعد أيضا تدمير البنى التحتية هناك؟ هذا ما كنت أود الحديث عنه، وهو أن معيار نجاح حرب أو الجبهة اللبنانية بالنسبة لبنيامين نتنياهو هو إعادة سكان المستوطنات الذي تم إجلاؤهم منها بعد 8 أكتوبر. ولكن هنالك استطلاعات رأي لافتة الآن في خبر عاجل تتحدث أن 61% من الإسرائيليين لا يرون انتصار إسرائيلي في جنوب لبنان، مقابل نسبة في العشرينات ترى بأن إسرائيل حققت انتصاراً وأهدافاً سياسية وعسكرية في الجنوب اللبناني. أي أن معيار بنيامين نتنياهو لنجاح إسرائيل في هذه الجبهة هو إعادة أو إقناع سكان المستوطنات التي تم إجلاءهم منها بالعودة إلى تلك المستوطنات، وسط اعتراض كبير من رؤساء المجالس المحلية والبلديات والمستوطنات عند الحدود الشمالية. رئيس مجلس مستوطنة المطلة كان قد وجه حديث إلى سكان المطلة والمستوطنات القريبة وطالب منهم عدم الانصياع للتعليمات الصادرة من المستوى الإسرائيلي السياسي أو الجبهة الداخلية بأنه يمكن الحديث عن إعادة المستوطنين، وخاصة أن حزب الله ما زال يمتلك قدرات عسكرية وصاروخية، وإلا لا كانت قد توقفت صفارات الإنذار هذه. كذلك الحال وفق استطلاعات الرأي نتحدث عن 44% فقط يؤيدون وقف إطلاق النار في لبنان، على الرغم من أن 66% من الإسرائيليين يؤيدون الوصول إلى صفقة تبادل في قطاع غزة. أي أن النسبة الأعلى تدفع بضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، بضرورة التوصل إلى هدنة تفضي إلى الإفراج عن المحتجزين، ولكن يبدو أن بنيامين نتنياهو
كان قد أعطى مصالحه السياسية كما يقال في الأوساط الإسرائيلية للجبهة اللبنانية. الأصوات الإسرائيلية المعارضة لهذا الاتفاق بدأت تخرج، وتحديدا بعد انتهاء كلمة بنيامين نتنياهو، جانتس قال بأنه بالفعل هنالك إنجازات عسكرية في جنوب لبنان ولكن لا إنجازات سياسية، وكان يمكن الوصول إلى اتفاق أحسن. كذلك الحال بني كبير قال بأنه يعارض هذا الاتفاق ويرى بأن هذا الاتفاق يعطي المجال لحزب الله بإعادة تسليح نفسه ويعيد الكرة مرة أخرى باستهداف المستوطنات، ليس فقط المحاذية الحدودية بل إلى أبعد من ذلك وفي داخل العمق الإسرائيلي. طيب هل يعني اعتراض بن جفير الذي دائما ما يعترض حول أي مسار تفاوضي سواء كان في قطاع غزة أو في لبنان، اعتراضه هنا حول وقف إطلاق النار في لبنان، وبالرغم من أن البنود جاءت في هذا الاتفاق بأن إسرائيل لن تقوم بأي عمل عسكري سواء كان هجومي ضد أهداف في لبنان الجو أو البر أو البحر، هل يعني معارضة بن جفير وغيره من الصقور المتشددين في حكومة الطوارئ الإسرائيلية قد يعرقل مثل هكذا تهدئة أو وقف لإطلاق النار؟ اللافت حساني بأن ما تم اليوم في جلسة الكابينيت هي ليست لمناقشة متن وفحوى هذه البنود من الاتفاق، بل كانت قد عرضت على وزراء الكابينيت للتصويت عليها بالإيجاب والقبول وإما بالسلب والرفض، أي أن لإتمار بن كبير حق الاعتراض ولكن ليس له حق في تغيير بنود هذا الاتفاق. وحتى وإن كان هنالك اعتراض من قبل إتمار بن كبير ولكنها المرة الأولى التي لم يتحدث عن نيته في حل الائتلاف الحكومي أو الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية، وكأن بنيامين نتنياهو استطاع إقناع الائتلاف الحكومي اليميني بغاية إسرائيل من التوصل إلى هذا الاتفاق وبأنه قد يفتح مجالات أخرى، ولربما كما ذكر بنيامين نتنياهو في بداية حديثه التفرغ للملف النووي الإيراني وتجديد إسرائيل من ضرباتها على إيران، لأن باعتقاد إسرائيل أن حزب الله هي اليد الكبرى واليمنى لإيران، وبأن قطع هذه اليد من الرشقات الصاروخية من المسيرات الانقضاضية على إسرائيل بهذا يخف الضرر الذي قد يلحق بإسرائيل نتيجة التهديدات الإيرانية ووكلائها كما يقول في الشرق الأوسط. سوف أعود إليك عندما يكون هناك جديد في هذه التطورات. أشكرك حتى هذه اللحظة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة. ولمزيد من التفاصيل انضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحييك أحمد، بعد ما جاء في كلمة نتنياهو التي عرضناها منذ قليل، أيضا الحديث حول أن الكابينت أو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق على وقف إطلاق النار في بيروت، ترى ما التفاصيل الأجواء بعد ما جاء في تلك المسارات؟ نعم، ربما تزامن هذا الاجتماع مع سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ولأول مرة بهذه الكثافة على العاصمة اللبنانية بيروت، ما يقرب من 10 غارات استهدفت مناطق متفرقة في العاصمة بيروت وتحديدا قلب ووسط العاصمة بيروت وليس الضاحية الجنوبية للعاصمة. المناطق المستهدفة، ربما استهدف جيش الاحتلال مناطق لأول مرة مثل منطقة الحمراء في وسط بيروت، منطقة النويرية التي استهدفها أكثر من مرة، منطقة مار الياس، منطقة المسيطبة، منطقة الجناح، أيضا عدد من المناطق الحيوية والمؤثرة والتجارية والمدنية والسكنية في مختلف الأنحاء في العاصمة، وربما يتسبب ذلك في عمليات نزوح كبيرة أو خروج أعداد هائلة من المواطنين من المنازل في العاصمة بيروت نحو الشوارع خوفا من هذه الضربات وتحسبا لتوسع عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني كان هناك منذ قليل أحمد ونحن نحدثك، يعني قبل يعني كلمة نتنياهو وقبل موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي الكابينت المصغر على وقف إطلاق النار، كانت هناك حشود كبيرة جدا، حالة من الهلع الازدحام سواء كان المواطنين يركبون سياراتهم أو مواطنين حتى لبنانيين يسيرون على الأقدام خوفا من يعني إنذارات الإخلاء. ما الحال الذي وصل إليه هؤلاء المواطنون بعد لحظات من هرولتهم لوجود مكان آمن بعيدا عن الاستهدافات الإسرائيلية؟ نعم، بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الاستهدافات عاد الهدوء مرة أخرى إلى الشارع اللبناني، وربما هناك حالة من الترقب للساعات القليلة المقبلة، وخصوصا أن ربما جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الموافقة على وقف إطلاق النار أو موافقة على الاتفاق، ولكن
موعد دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ لم يعلن بعد، وسط تكهنات أو أقاويل تقول أن هذا الاتفاق سيدخل صباح الغد، ولكن حتى الآن لا موعد محدد لوقف إطلاق النار، وبالتالي ربما يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه إما على الجنوب اللبناني أو على المناطق المتفرقة في العاصمة بيروت، لأن المشهد الذي شاهدته في العاصمة بيروت لا يختلف كثيرا عن المشهد أيضا في مدينة صيدا التي ربما خرجت أعداد كبيرة من المواطنين إلى الشوارع، وفي صور أيضا حيث خرجت أعداد كبيرة إلى الشوارع، وخصوصا بعدما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مناطق سكنية وتجارية في هذه المناطق جميعها، وأيضا في بعلبك والبقاع ومختلف الأنحاء على الأراضي اللبنانية. لكن على المستوى السياسي هناك جلسة لمجلس الوزراء اللبناني في 9:30 من صباح الغد بتوقيت القاهرة، هذه الجلسة ربما سيدرس فيها مجلس الوزراء اللبناني اتفاق وقف إطلاق النار، وربما تكون هناك كلمة وفقا للمعلومات الأولية تكون هناك كلمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يعلن فيها موقف الدولة اللبنانية بشكل رسمي من هذا الاتفاق، وربما يعلن أيضا الخطوات التي ستقوم بها الدولة اللبنانية من أجل تنفيذ هذا الاتفاق وأهمية هذا الاتفاق بالنسبة للبنان، وكيف أن هذا الاتفاق يحافظ على السيادة اللبنانية، وربما أن لبنان حافظ خلال بنود هذا الاتفاق على ألا تكون الأراضي اللبنانية مستباحة أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الأجواء والمياه اللبنانية ألا تكون مستباحة مع الاتفاق على تنفيذ القرار 1701 بكافة مدرجاته، لأن القرار حينما صدر عام 2006 لم ينفذ منه سوى وقف إطلاق النار فقط، أما باقي بنود القرار لم تنفذ. فبالتالي لكن ماذا بالنسبة للقرار رقم 1701 أحمد، بالنسبة لهذا القرار 1701 يعني الاتفاق يؤكد على أهمية اعتراف إسرائيل ولبنان في نفس الوقت بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، هو قرار مهم طبعا وخاصة فيما يتعلق بحفظ الحدود في ما بين الطرفين يعني، وأيضا منع هذه الاشتباكات التي تتم على الجنوب اللبناني. ففي الأطر أو المسارات السياسية، ما هي فرص التنفيذ الكامل لبنود هذا القرار 1701؟ نعم، دعني أوضح في البداية أن المرجعية الأساسية للاتفاق هي القرار 1701، وهذا ما تمسك به لبنان منذ اليوم الأول للتفاوض من خلال تصريحاته ومواقف جادة وحادة لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، والذي رفض أن يكون هناك أي اتفاق يخالف الاتفاق 1701. لماذا القرار 1701؟ لأن القرار 1701 وضع التزامات على الدولة اللبنانية كما وضع التزامات أيضا على الجانب الإسرائيلي، فبالتالي لا التزامات حصرا على الدولة اللبنانية دون تنصل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو تنصل إسرائيل من أي التزامات في هذا الأمر، وهذا ما حرص عليه المفاوض اللبناني على مدار الأسابيع الماضية أو مراحل التفاوض على مدار الفترة الماضية. فبالتالي القرار 1701 فرض على الدولة اللبنانية العديد من الالتزامات، منها نشر الجيش اللبناني في الجنوب، أن يكون السلاح حصرا هو السلاح الشرعي في يد الدولة اللبنانية، أن يكون هناك تعاون مع القوات الأممية، قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، مع زيادة عدد القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب، وزيادة أيضا عدد القوات التابعة للأمم المتحدة، وأن يكون ألا يكون هناك أي تواجد لأي جماعات مسلحة في الجنوب. كما فرض أيضا على الجانب الإسرائيلي وقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية برا وجوا وبحرا. لبنان رصد منذ صدور القرار 1701 عام 2006 وحتى قبيل العدوان الإسرائيلي رصد أكثر من 30,000 انتهاك للسيادة اللبنانية برا وجوا وبحرا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فبالتالي هذا القرار يفرض أيضا على إسرائيل وقف هذه الانتهاكات، كما يفرض أيضا على الجانب الإسرائيلي الدخول في مفاوضات جادة وغير مباشرة من أجل الاتفاق وإظهار الحدود ما بين لبنان وإسرائيل، يكون هناك استقرار دائم على طول الحدود الجنوبية اللبنانية. سوف نكون معك بالضرورة عندما يكون هناك مستحدث في هذا التطور. من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا مباشرة، أشكرك شكرا جزيلا. والاتفاق ما بين لبنان وإسرائيل ينص على أن تسحب إسرائيل قواتها بشكل تدريجي جنوب الخط الأزرق خلال مدة تصل إلى 60 يوما. ينص الاتفاق على أن تعمل الولايات المتحدة على تعزيز المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.
لمزيد من التحليل والتفاصيل حول هذا الاتفاق من بيروت مباشرة الدكتورة تمارا برو، أستاذ القانون الدولي الباحثة السياسية. أحييك سيدتي. طبعا بعد أن جاءت بنود هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار ما بين إسرائيل ولبنان، كيف يمكن توصيف هذا الاتفاق بنوده، وكيف يمكن أيضا تنفيذ هذه البنود على أرض الواقع؟ لأن طبعا هذه البنود وإن كانت مكتوبة لكن التنفيذ على أرض الواقع هو المهم، فكيف توصفين ما جاء في بنود هذا الاتفاق أولا؟ مساء الخير، تحية لك وللمشاهدين. يعني لبنان منذ بداية الحرب قال أنه سيلتزم بتطبيق القرار 1701 وسينشر الجيش اللبناني على في جنوب لبنان وعلى الحدود، وحتى أنه أصدر مراسيم في هذا الخصوص باستقبال متطوعين في الجيش اللبناني بحدود 1500 شخص على أمياس العدد أفراد الجيش اللبناني في الجنوب إلى 8000 من الجيش. وبالتالي هو أكد مرارا وتكرارا على التزامه بالقرار 1701 والانسحاب المقاومة اللبنانية إلى ما وراء شمال نهر الليطاني. بالنسبة إلى وقف يعني إعلان إسرائيل وقف إطلاق النار، هناك ما زال العديد من الأمور التي سيعمل لبنان عليها. غدا ستناقش الحكومة اللبنانية مشروع وقف إطلاق النار، وسيعلن نجيب ميقاتي وقف إطلاق النار، ولكن قبل ذلك هناك يعني لبنان يريد التأكد هل أن الاتفاق الذي تم بين لبنان وهوكشتاين هو نفسه الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية، أم أن هناك ورقة بين أمريكا وإسرائيل جرى الاتفاق عليها. لأن هناك في أبند كان محور الخلاف يعني لم يوافق عليه لبنان، وهو يتمثل بحرية العمل لإسرائيل برا وبحرا وجوا. يعني هذا البند بالتحديد دكتورة تمارا في الناحية القانونية، هل ترين أنه بند خطير؟ لأنه فيما يعني مثلا هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار نتفق، لكن ببند حرية الاحتلال الإسرائيلي في العمل سواء كان في البر أو البحر أو الجو، كيف ترين خطورته؟ لأنه يمكن أن تمارس إسرائيل أيضا الانتهاكات، تمارس إطلاق النار مرة أخرى طبقا لهذا البند. صحيح، يعني لبنان يعتبر أن ذلك انتهاكا لسيادته وأراضيه، ولا أي دولة في العالم تقبل أن تقوم يعني أن تقوم إحدى الدول بالهجوم عليها، فكيف بلبنان أن يقبل أن يقوم الكيان الصهيوني بضرب أن مثلا أن يدخل إلى منزل أو ضرب شاحنات أو ضرب أي هدف في لبنان بحجة أنه مثلا مخزن لأسلحة أو أسلحة متوجهة إلى المقاومة اللبنانية؟ ويمكن أن يكون هذا خطأ، وبالتالي تقول إسرائيل أن ذلك أنها افتكرته أنه مخزن أسلحة أو يعني أن أسلحة متوجهة إلى إسرائيل، وبالتالي هذا الأمر يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان. وبالتالي يعني وأيضا هذه النقطة بالتحديد دكتورة تمارا وادعاء إسرائيل بأن مثلا مكان ما به أسلحة وجدناه في قطاع غزة عندما كانوا يقصفون المستشفيات يضعونها كبنوك أهداف عسكرية رئيسية بدعوى أن فيها أسلحة، هل يمكن أن يتكرر هذا حتى لو تم وقف إطلاق النار بدعوى أن مكان ما أو منزل ما كما تقولين أو منطقة ما بها أسلحة طبقا لهذا البند الذي يقرر بأن الاحتلال الإسرائيلي له حرية الحركة؟ يعني لماذا نذهب بعيدا إلى غزة؟ في لبنان خلال الحرب التي كانت دائرة تقوم إسرائيل، قامت إسرائيل بقصف ضاحية بيروت وقصف المناطق الجنوب والبقاع بحجة أن هناك مخازن أسلحة وأهداف لحزب الله، وفي الحقيقة أنها كانت تقوم بضرب أهداف مدنية. الدليل أيضا اليوم هناك هجمات مكثفة من قبل إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية وعلى قلب بيروت، وبحجة أنها أهداف تابعة لحزب الله وهي في الحقيقة أعيان مدنية. أيضا بالنسبة إلى المستشفيات واستهداف الدفاع المدني، هي جميعها أهداف مدنية، لا يجوز في القانون الدولي، يحذر القانون الدولي استهداف هذه المنشآت، وبالتالي يمكن لإسرائيل لاحقا أن تقوم بقصف إحدى المستشفيات أو الهيئات الصحية وما إلى ذلك بحجة أنها أهداف تابعة للمقاومة اللبنانية. أيضا يعني بشروط الاتفاق هناك بانت أنه يحق للطرف
فلسطين حق الدفاع عن النفس، وهذا يدخل ضمن إطار حرية الحركة لإسرائيل. إذا قلنا أن حزب الله سينسحب إلى ما وراء نهر الليطاني، فمن الذي سيقوم بالرد إذا قامت إسرائيل بالانتهاكات في جنوب لبنان مثلا؟ هل الجيش اللبناني يعني خلال هذه الفترة قادر على أن يقوم بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية، خاصة في ظل عدم تجهيز الجيش اللبناني بالأجهزة والمعدات العسكرية اللازمة والضرورية للمقاومة لمجابهة العدوان الإسرائيلي؟ يعني طب هنا عندما نتحدث كما قلنا حول أن الحكومة اللبنانية سوف تعقد جلسة لمناقشة بنود هذا الاتفاق، يعني الحكومة اللبنانية قالت أيضا قبل ذلك أن عقد هذه الجلسة يتوقف على وقف إطلاق النار أو الاتفاق إلى وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل. هل يمكن أن تناقش جلسة الحكومة اللبنانية في رأيك الدكتورة تمارا هذا البند المطروح المهم، وهو أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يكون من بنود هذا الاتفاق أو من أهمها، وأن يكون له حرية الحركة؟ يعني غدا ستناقش الحكومة اللبنانية، وأيضا سيناقش حزب الله، سيطلع إلى الوثيقة التي وافقت عليها إسرائيل، فهل هذه البنود نفسها التي تم التوافق بين لبنان وهوكشتاين عندما زار الأخير لبنان وتم التوافق على البنود، أم أن هناك أمور خفية جرى الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية على ما أعتقد أنها ضغط بشكل كبير على بنيامين نتنياهو من أجل وقف إطلاق النار لعدة أمور، من بينها أن مثلا ترامب أن بايدن لا يريد أن يترك هذا الأمر للرئيس ترامب بعد خلال يعني عند تسلمه الرئاسة، أيضا عوامل بمعنى أن بايدن يريد أن يحقق إنجازا يحسب له قبل أن يغادر البيت الأبيض. صحيح، وكذلك أيضا هناك عوامل داخلية، يعني خلال خطاب نتنياهو قال أن من أسباب التي دفعته إلى إعلان وقف إطلاق النار هو إنعاش الجيش، يعني هذا تصريح بأن الجيش الإسرائيلي يعاني من خلل، يعني يعاني من نقص في العتاد. يعني هل هو بهذا الاتفاق يريد مثلا من الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعمه بأسلحة ومعدات عسكرية في المستقبل غير التي دعمته بها قبل ذلك؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما أشارت بعض التقارير أنها كانت على وشك تعليق بعض إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وبذلك يعني عندما أقر بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار ووافق على ذلك، فإن يعني الولايات المتحدة الأمريكية ستتراجع عن قرارها بتعليق الأسلحة والتي تحتاجها إسرائيل، وبالتالي سترسل إلى تل أبيب الأسلحة التي تريدها. أيضا يعني هناك ضغط داخلي، أيضا ضغط داخلي إسرائيلي من قبل يعني هناك الآلاف من العسكريين الذين لا يريدون الالتحاق بالجيش الإسرائيلي. أيضا يجب أن نذكر أن الميدان في جنوب لبنان لعب دورا كبيرا، وصمود المقاومة أيضا التي قاومت ببسالة التحركات الإسرائيلية. طيب دكتورة تمارا، الاتفاق يعني بين لبنان وإسرائيل ينص على نقطة مهمة، أن تسحب إسرائيل قواتها بشكل تدريجي وليس بشكل واحد يعني جنوب الخط الأزرق خلال مدة تصل إلى 60 يوما. قانونية هذه المدة، وهل يمكن فعلا أن يعني أن تستغل إسرائيل هذه المدة الطويلة 60 يوما في أن كما قلنا تواصل هجماتها أيضا بين الحين والآخر؟ يعني المدة 60 يوما هي على 3 مراحل تقريبا، تنسحب إسرائيل تدريجيا كل 20 يوم. يعني لا نستبعد أن تقوم إسرائيل بانتهاك الاتفاق، لأنها يعني بنيامين نتنياهو إسرائيل قامت بانتهاك القرار 1701 كما ذكر المراسل أكثر من 30,000 مرة. وأعتقد لكن أعتقد أن إذا قامت إسرائيل بانتهاك القرار انتهاك وقف إطلاق النار، ربما يكون هناك ضغط أمريكي على بنيامين نتنياهو من أجل الالتزام بهذا الوقف إطلاق النار تحت تعليق إرسال الأسلحة التي يريدها، أو أن يكون هناك مشروع قرار بمجلس الأمن، لأن إسرائيل كانت تتخوف إذا لم تقم بوقف إطلاق النار حاليا أن يكون هناك قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب في لبنان ولا تستخدم الولايات المتحدة
المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو. لذلك يعني ليس مستبعدا أن تقوم إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار، وسوف نرى ماذا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا فرنسا، لأن يعني حسب ما أذيع أن يكون وقف إطلاق النار الإعلان من قبل الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي أيضا، لأن لفرنسا لأنها مبادرة أمريكية فرنسية. دكتورة تمارا، يعني نود أن نتعرف حول مذكرة الضمانات لوقف إطلاق النار، وسوف نعود إليك، ابقي معنا دكتورة تمارا. سوف نعرض الآن مذكرة للضمانات حول وقف إطلاق النار، حيث كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن مضمون مذكرة الضمانات الأمريكية. أوضحت أنها تشمل اعتراف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات القادمة من لبنان وفقا للقانون الدولي. تضمنت أيضا تمتع إسرائيل في جنوب لبنان بحق الرد على الانتهاكات في أي وقت، على أن يحق لإسرائيل في الشمال اتخاذ إجراءات ضد تهديدات موجهة إليها إذا كانت لبنان غير قادرة أو لا ترغب في إيقاف هذه التهديدات، مثل إدخال الأسلحة غير المشروعة عبر الحدود. وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق لبنان ستكون لأغراض استخباراتية ومراقبة واستطلاع فقط، ولن تكون مرئية للعين المجردة قدر الإمكان، ولن تخترق حاجز الصوت. نعود مرة أخرى إلى بيروت، الدكتورة تامارا برو أستاذة القانون الدولي. نعود إليك دكتورة تامارا، إذا هذه مذكرة الضمانات، فكيف ترين ما جاء في بنودها؟ يعني هذه الضمانات الأمريكية هي ليست موجودة ضمن الاتفاق الذي يعني جرى التباحث فيه بين لبنان وهوكشتاين. يعني حاولت الأطراف الوصول إلى صيغة يعني سرية أو مخفية، يعني لا تتأكد. إذن كل وقت وكل لحظة تتكشف أو يتكشف الجديد فيما جاء في بنود، بعيدا عن المحاولات كما قلنا من هوكشتاين. يعني منذ مجيء هوكشتاين الى لبنان قبل عده اسابيع، وهناك تقارير يعني حول ماهيه البنود الوارده في هذه الوثيقه، حتى ان ما ورد في هذه الوثيقه هو صادر عن التقارير الاسرائيليه، ولكن في لبنان لم يصدر بعد اي شيء حول البنود الوارده في هذه الوثيقه التي تم الاتفاق عليها. وكما ذكرت ان الحكومه اللبنانيه غدا ستناقش البنود التي وردت في هذه الوثيقة للتصويت عليها، وأيضا المقاومة اللبنانية ستطلع عليها للتأكد مما إذا تم التوافق عليه بين لبنان وهوكشتاين أم أن هناك سخاخ في هذه. طيب دكتورة تمارا، اسمحي لي نناقش معا يعني ما جاء في هذه البنود. يعني مثلا مذكرة الضمانات الأمريكية تشمل اعتراف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات القادمة من لبنان وفقا للقانون الدولي، وأيضا تمتع إسرائيل في جنوب لبنان بحق الرد في أي وقت على الانتهاكات. يعني فكيف ترين هذه النقطة؟ يعني هنا يحق لإسرائيل حتى لو جاءت طلقة مثلا يعني من أحد من جانب لبناني هي ترد. يعني أعتقد أن يعني إذا شاهدت إسرائيل أن هناك خارق لهذا الاتفاق، فكان الأجدر يعني أن تقوم بإعلان اللجنة التي سيتم تشكيلها لمراقبة تنفيذ القرار 1701 أو تنفيذ الوثيقة التي تم الاتفاق عليها حول وقف إطلاق النار، والتي تعتقد أنها تضم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ولبنان وإسرائيل إلى جانب الأمم المتحدة. يعني هذا بالبداية، أن تقوم إسرائيل بإعلان اللجنة بأن هناك انتهاك قبل أن تقوم هي بالقصف أو التدخل البري أو البحري أو الجوي. فضلا عن أن لبنان يعني قال أنه سيلتزم بقرار 1701 وسينشر الجيش على الحدود والمداخل البرية والبحرية منعا لانتهاك القرار 1701 ودخول أسلحة غير مرخص بها من قبل الحكومة اللبنانية. طيب هنا يعني النقطة أيضا في مذكرة الضمانات الأمريكية بأنه قد تكون هناك طلعات جوية إسرائيلية فوق لبنان،
وقيل في المذكرة أن هذه الطلعات قد تكون لأغراض استخباراتية أو مراقبة واستطلاع، وأنها لن تكون مرئية للعين المجردة. كيف يستقيم هذا مع الحديث على أن إسرائيل لن تقوم بأي هجمات سواء كان في البر أو البحر أو الجو؟ يعني أنا أعتقد أن لبنان لن يقبل أي بند سوف يعني ينتهك سيادته، وهذه الأمور سواء الاستطلاعات الجوية التي ستقوم بها إسرائيل وغير، حتى لو كانت غير مرئية، فإن ذلك يشكل انتهاك للسيادة اللبنانية، وبالتالي فإن هذه الضمانات يعني تعطي الحرية لإسرائيل بالعمل، وهو ما كان يرفضه دائما لبنان. لذلك قلت بأن الحكومة اللبنانية ستناقش غدا جميع هذه البنود، والتي أعتقد أن المقاومة وحتى لبنان الحكومة لن تقبل على مثل الإجراءات التي تشكل انتهاك للسيادة اللبنانية. لذلك أشكرك حول هذه التفاصيل، كنت معنا فيها مباشرة من بيروت الدكتورة تامارا برو، أستاذ القانون الدولي الباحثة السياسية. شكرا لك سيدتي. هذا وقد أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أعلن رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث وصفه أنه خطأ تاريخي. قال بن غفير إن الاتفاق ما بين تل أبيب ولبنان لا يحقق أهداف الحرب بإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان، وقد شدد على أهمية أن يكون لدى إسرائيل حزام أمني خاص بها للانسحاب من لبنان. وقد أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن أكبر كارثة في تاريخنا حدثت في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث أضاف لبيد أن أي اتفاق مع حزب الله اللبناني لن يمحو هذه الفوضى. مباشرة ينضم إلينا من الخليل أحمد شديد خبير الشؤون الإسرائيلية. أحييك سيدي، نتحدث حول اتفاق وقف إطلاق النار، موافقة الكابينت أو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر منذ قليل على هذا الاتفاق، كانت هناك كلمة أيضا لنتنياهو بخصوص ما يجري. كيف تقيم ما يحدث في الساعات الماضية، وأيضا كيف يمكن أن يكون السيناريو القادم في ظل ما حدث؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني هذا السؤال يعيدنا إلى ما قاله يوم أمس رئيس الموساد السابق عندما قال بأن إسرائيل تفاوض الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تفاوض ميقاتي، ميقاتي يفاوض بري، وبري يفاوض حزب الله. واضح من خلال خطاب بنيامين نتنياهو هذا المساء أن بنيامين نتنياهو يتفاوض مع ذاته هذه المرة وليس مع الولايات المتحدة الأمريكية. من دقق في خطاب بنيامين نتنياهو يعرف تماما أنه اتفاق مع الذات وليس مع أطراف أخرى، ولغاية الآن لم نسمع ردا من الطرف الآخر من الجانب اللبناني، من كان من الحكومة اللبنانية أو من المقاومة اللبنانية. غدا جلسة للحكومة اللبنانية لمناقشة هذا الاتفاق سيد أحمد، وقد يعني تعارض بعض ما جاء في البنود، يعني سوف نرى يعني ما يمكن أن يحدث. لذلك أنا باعتقادي أن معظم النقاط التي قدمها بنيامين نتنياهو للمجتمع في إسرائيل هي سبق للجانب اللبناني الأعلن تحفظه عليها، رفضها بصيغة التحفظ، خاصة فيما يتعلق بالتدخل الإسرائيلي. إضافة إلى نقطة أن المجتمع في إسرائيل والذي عبرت عنه النخب مساء اليوم رافضة لهذا الاتفاق ومعتبرة ذلك بمثابة هزيمة استراتيجية لإسرائيل. وأنا هنا لا أتحدث عن بن غفير أو سمودريتش، وإنما كذلك عن أطراف لطالما وقفت إلى جانب نتنياهو وهو من المعارضة، إلى جانب نتنياهو في هذه الحرب التي كانوا يعتبرونها حرب عادلة. بالذهاب إلى التفاصيل التي ذكرها بنيامين نتنياهو، أعتقد أن كل الاشتراطات التي قدمها نتنياهو على مدى السنة الماضية لم يتحقق منها شيء، ولم يتم إعادة المهجرين والمستوطنين بالقوة كما قال، لم يتم تفكيك حزب الله كما قال، انتقل إلى مسألة حماس وأن حماس متروكة وحيدة. نعم. يعني هذا البعد الإعلامي الوضيع السخيف من قبل بنيامين نتنياهو، ثم قفز ليهدد الرئيس السوري بشار الأسد. مجموعة خطاب بنيامين نتنياهو، يعني هو في خطابه نتنياهو تحدث عن عدة أمور، يعني خلط عدة أمور، لم يتحدث فقط عن اتفاق وقف إطلاق النار وكان هو المهم، كما قلت سيد أحمد تحدث عن سوريا،
عن ما يحدث في غزة وأنهم سوف يستمرون في قتال حماس والخلاص من حماس، وتحدث أيضا في كلمته حول إيران والملف النووي الإيراني، بمعنى أنه تحدث في أكثر من منحة أو أكثر من معطى. نعم أشكرك، هو خلط العديد من المواضيع في الخطاب لكي يقنع الآخرين بتمرير وقف اطلاق النار، علما ان عقيده بنيامين نتنياهو لغايه يوم امس كانت ضد اتفاق وقف اطلاق النار، وكان ذاهب الى ايران لتدميرها، وذاهب الى توسيع جغرافيا اسرائيل، وذاهب الى تغيير الشرق الاوسط، وذاهب للقضاء على حزب الله. طب ما الذي جعله يغير عقيدته؟ لانه كان هو معروف سيد احمد حتى منذ بدايه الحرب على قطاع غزه، هو يصمم على المضي قدما في حربه المستمرة سواء كان على غزة أو على لبنان. ترى ما المعطى الذي جعله يغير من موقفه ويوافق على وقف إطلاق النار في رأيك؟ يعني فقط قبل أيام قال سنأتي بإيران إلى السلام بالقوة. الآن خطاب نتنياهو تغير، واضح أن العمليات البرية على الأرض لا تسير كما يريد بنيامين نتنياهو. وكذلك أول أمس عندما تعرضت تل أبيب للقصف 4 مرات، 3 منها في فارق زمني لا يتجاوز 50 دقيقة، هي رسائل قوية من حزب الله، ليست رسالة وإنها مجموعة رسائل، منها مسألتين ركز عليهم الإعلام في إسرائيل وخاصة المحللين، وهما أن قدرة إسرائيل التدميرية على تدمير المنصات التي يطلق منها الصواريخ هي قدرة ضعيفة، وبالتالي تطلق الصواريخ في فارق زمني ضعيف رغم الفارق الزمني قصير، رغم الرقابة الجوية التي هي حقيقة سيطرة إسرائيلية. والمسألة الثانية وهي فشل منظومة القبة الحديدية ومقلاع داوود في اعتراض الصواريخ التي سقطت في بيت حتكفة وسيليا ورعاها. هل أيضا يعني ضغوطات الداخل الإسرائيلي كان لها دور؟ يعني ناهيك عن المظاهرات التي تتحدث حول إطلاق سراح المحتجزين في غزة، هل ما حدث من معطيات مؤخرا خسائر كبيرة جدا، بنى تحتية منهارة وخاصة في المستوطنات، مثلا كريات شمونة هناك خسائر وأضرار حتى في المدارس، وقيل أن هذه الخسائر لكي يتم ترميمها أو إصلاحها تستغرق شهور عديدة، هل ضغوطات الداخل والخسائر التي مني بها الاحتلال الإسرائيلي في مستوطناته في حيفا وفي قلب تل أبيب هي التي دعت نتنياهو إلى الإذعان بقبول وقف إطلاق النار في رأيك؟ يعني هناك مسألتين، الأولى متعلقة بسؤالك بشكل مباشر وهي الخسائر التي طالت معظم مستوطنات ومدن شمال فلسطين المحتلة، لدينا صفد، نهاريا شبه مدمرة، عكا، منطقة الكريوت، حيفا وما بها من مناطق استراتيجية إن كانت مراكز تكرير النفط أو الأمونيا أو إلى آخره، منطقة الخضيرة والتي تغذي ثلثي إسرائيل بالكهرباء، بعض المستوطنات في شمال فلسطين أعلن رؤساء مجالسها أنها دمرت بالكامل. ولكن هناك مسألة في غاية الأهمية وهي أن الإعلام القريب من بنيامين نتنياهو يتحدث منذ صباح اليوم عن قرب صفقة مع حماس من أجل استعادة الأسرى، إذن هذا يعني أنه إذا كان هناك ملحقات سرية لهذا الاتفاق لم يتم الإعلان عنها هي مسألة الدخول. يعني هذه الملحقات على فكرة سيد أحمد يعني تتكشف يعني رويدا، لأن مثلا هناك مذكرة للضمانات الأمريكية قد لا يعلمها الكثيرون، هذه المذكرة للضمانات الأمريكية تشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعترف بحق إسرائيل في الرد على التهديدات القادمة من لبنان، أيضا أن إسرائيل الحق في الرد حتى في جنوب لبنان، وهناك طلعات جوية بدعوى أنها سوف تكون استخباراتية وبطائرات استطلاع قد لا ترى بالعين، بمعنى أن بنود هذا الاتفاق وإن قرأت على العيان أو الناحية الإعلامية قد يكون هناك بنود أخرى أيضا مستترة أو سرية. بالمقابل دعنا ننتقل إلى الواجهة الأخرى، بالمقابل أن قوة حزب الله ما زالت في جنوب لبنان لم تغادر كي يسمح لها بالعودة أو لا، وأنا هنا أتحدث عن المصادر الإسرائيلية والمحللين في إسرائيل أنقل عنهم، إضافة إلى نقطة أن سيعود حزب الله حتى الذين غادروا سيعودون إلى قراهم وبلداتهم تحت غطاء أنهم سكان المنطقة، إذن حتى الضمانات التي قدمها الأمريكي لنتنياهو هي غير مجدية بالمفهوم العملياتي، وكذلك الوعود التي قدمها بنيامين نتنياهو للمجتمع في إسرائيل وكذلك صورة النصر التي حاول أن يرسمها أنه أبعد حزب الله وأعاد حزب الله وما إلى ذلك هي غير مقنعة للمواطن في إسرائيل. نحن نشاهد
وزير كوزير كالوزير بن غفير وهو وزير في حكومة بنيامين نتنياهو يتحدث عن هزيمة استراتيجية لإسرائيل. بس فقط اسمح لي العودة إلى مسألة تبادل الأسرى. واضح من خلال الإعلام القريب من نتنياهو أن صفقة تبادل قريبة وقد تكون قريبة جدا. طيب هنا يعني أنت عندما تحدثت عن بن غفير يعني دائما بن غفير يعني على اتجاه المعارضة بشدة لأي مسارات أو أي مفاوضات تتم، هو هنا يعلن أنه يعارض هذا الاتفاق الذي يحدث بين تل أبيب ولبنان، وقال أن هذا الاتفاق لا يحقق أهداف الحرب بعادة سكان الشمال إلى بيوتهم. فكيف ترى هذه المعارضة يعني الصقور التي نتحدث عنها كسومتريتش وبن غفير المتطرفون الذي قيل أنهم اختطفوا نتنياهو في الفترة الماضية، هل يمكن أن يؤثروا على قرارات نتنياهو أم أن نتنياهو هو صاحب الكلمة العليا وأريد كما قلت أن يعني يذهب للداخل الإسرائيلي أنه في انتصار، وأيضا يريد أن يوضح للإدارة الأمريكية الجديدة أنه أيضا ينتصر برغم أنه لم يحقق أي منجز في أهدافه وحربه سواء كان على غزة أو على لبنان؟ يا سيدي، أن نعتبر أن بن غفير وبسليل سموتريتش هما الصقور في المكون السياسي في إسرائيل إن كان داخل الحكومة أو خارجها، لو كان فقط هما الذين اعترضا على هذا الاتفاق، ولكن نحن نشاهد وزير الدفاع يوف جالانت خرج قبل قليل ليعلن معارضته وتحفظاته على الاتفاق، كذلك المعارضة التقليدية بين جاناتس غادي آيزنكوت بكل تأكيد يائير لابيد رئيس المعارضة، جميعهم الآن وقادة ورؤساء المدن ورؤساء المجالس المحلية والإقليمية في معظم الشمال في الثلث الشمالي من فلسطين حيفا، ونحن نتحدث عن حيفا، نحن نتحدث عن مدينة يسكن بها أكثر من 300,000 إنسان وهي المساحة الثالثة بالتعداد السكاني في إسرائيل، كذلك مدن صفد وعكا ونهاريا، هذا كله يوضع في دائرة المعارضة للاتفاق. كذلك حتى إحدى القنوات الفضائية عصر اليوم استضافت أهالي الأسرى والذين أعربوا عن رفضهم لوقف إطلاق النار في لبنان، على اعتبار بأنه نعم أبناؤنا في الأسر ولكن لدينا ثلث إسرائيل بالمفهوم التقليدي سقط بفعل المقاومة اللبنانية بفعل الضربات اللبنانية. إذا المسألة ليست سيل سموتريتش وبن غفير بقدر ما أن هناك معارضة. الآن السؤال إذا ما عدت بك إلى المقطع الثاني من سؤالك الفقرة الثانية، أنه لماذا عاد بنيامين نتنياهو إلى مسألة وقف إطلاق النار؟ أعتقد أن هذا سؤال كبير وكبير جدا، وأن قادم الأيام سيكشف أن هناك ما هو أبعد من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، رغم أنني ما زلت لغاية الآن أشك أن لدى بنيامين نتنياهو نوايا حقيقية بالذهاب إلى وقف الحرب. هنا يعني بعد قليل سوف يكون هناك خطاب للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يسلم طبعا جو بايدن البيت الأبيض إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب. هل ترى أن بايدن يريد بهذا الاتفاق يعني برعاية أمريكية فرنسية أن يحقق منجز يعني أثناء فترة رئاسته قبل أن يغادر البيت الأبيض؟ وتوقعاتك لما يمكن أن يجيء في هذا الخطاب من كلمات، وخاصة فيما يتعلق بالضمانات الأمريكية التي يمكن أن تنفذ هذا الاتفاق بشكل حرفي أو عملي على أرض الواقع؟ تحدثت بعض المصادر في إسرائيل أو بعض المحللين أن الرئيس الأمريكي بايدن قد بدأ الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي منذ يوم أمس عندما أعلن عن اقتراب التوصل للاتفاق. إذن بايدن بدأ يزرع للحزب الديمقراطي منذ اليوم اليجني بعد 4 سنوات، ولكن لا أعتقد أن هذا بالإمكان أن يكون مصوغا لسلوك الرئيس الأمريكي في الساعات أو الأيام الأخيرة لتوليه الرئاسة الأمريكية. وأن مسألة قدوم ترامب ستأخذ المنطقة إلى مربع حرب إقليمية أو حرب كونية، يعني المسألة لا أراها بهذا السياق. ولكن الرئيس الأمريكي وهذا يعيدنا لحرب عام 2006، هو لبى رغبة الاحتلال الإسرائيلي تماما كما حاولت الإدارة الأمريكية تلبية رغبات إسرائيل عام 2006 وحاولت فرض وقف إطلاق النار على حزب الله في تلك الحرب. اليوم استطاع الإسرائيلي أن يطلب من الأمريكي، لكن الحال يختلف. الحال يختلف كما نرى سيد أحمد عن 2006 عن الآن، لأن الآن طبعا
الفيديوهات موثقة لجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي سواء في غزة أو في لبنان، الجرائم أيضا الأخلاقية بحق إسرائيل في أنه يستهدف مباني سكنية وهو يعلم أنها مباني سكنية، يستهدف مستشفيات، يستهدف طواقم الإسعاف، الدفاع المدني بشكل كبير، بمعنى الناحية الأخلاقية يعني شابتها النقائص هنا في ظل علم العالم بما يحدث. فهل ترى أن 2006 يختلف عن الآن؟ يعني بالمفهوم الأخلاقي إسرائيل وجدت بمنطق غير أخلاقي، وبالتالي لا يمكن لنا أن نقحم البعد الأخلاقي في أي أمر يتعلق بإسرائيل، وقد مارست من الجرائم عام 2006 أكثر مما مارسته اليوم على الساحة اللبنانية. ولكن في عام 2006 عندما توسل أولمرت وقف إطلاق النار لم تكن الصواريخ تصل إلى حيفا، ولم تكن تضرب في تل أبيب، ولم تكن بهذا الزخم، ولم تكن هذه المسيرات تنتقي أهدافها بشكل حقيقة يعني غريب جدا. ومع ذلك توسل أولمرت حينه الإدارة الأمريكية من أجل وقف إطلاق النار. وإذا ما ذهبنا إلى حديث كونداليزا رايس في العديد من المحطات نجد أن إسرائيل إضافة إلى إقرار إسرائيل بالهزيمة من خلال لجنة بنوغراد التي تشكلت من أجل التحقيق في تفاصيل هزيمة إسرائيل، اليوم الإيلام من قبل حزب الله لإسرائيل أكثر وأقوى في الميدان وكذلك في الصواريخ. هذا يعني بأنه بنيامين نتنياهو صاحب نظرية ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيدا من القوة. صحيح. توصل لقناعة أن إمكانية وهذا ما فعله يعني قبل الحديث حول يعني موافقة الكابينت على وقف إطلاق النار وكلمة نتنياهو، كانت هناك غارات مكثفة بشكل كبير على الضاحية الجنوبية في لبنان على أكثر من مكان أوقعت شهداء ومصابين، بمعنى أن نتنياهو كان ينفذ المقولة العسكرية التي تتحدث على أن لابد من الانتهاء من الذخيرة تماما ثم الحديث حول أي تسوية. يعني منطق إذا أردت أن تفاوض فحم العصا وتكلم بصوت هادي، هذا يستخدمه نتنياهو، ولكن أثبت على مدى الشهور الماضية فشله أمام حزب الله. وهذا ليس من باب تقزيم قوة إسرائيل ولا من باب نفخ قوة حزب الله بقدر ما هذا المنطق وهذا الواقع. نحن شاهدنا قبل قليل أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات ومدن شمال فلسطين على مدى ساعة متواصلة والصواريخ والمسيرات تضرب في الشمال. إذن بالمقابل الذي يقف إلى وجه إسرائيل اليوم في وجه إسرائيل حزب الله هو يفهم العقيدة الإسرائيلية ويفهم العقلية التي تحكم إسرائيل والمتمثلة بشخص بنيامين نتنياهو. لذلك هناك تشابه إلى حد ما بالأسلوب وبالأدوات. حزب الله يستمر بقصفه للمستوطنات الإسرائيلية، وكذلك إسرائيل ستسعى إلى تدمير عدد أكبر من المباني في الضاحية الجنوبية. إذن سوف نرى ما يحدث لأن التطورات متلاحقة، وخاصة يعني سوف نرى مسار أو معطى ما يمكن أن يستجد بعد هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار الذي أقره الكابينت أو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وما أيضا في كلمة نتنياهو. أشكرك حول هذه التفاصيل كنت معنا فيها من الخليل أحمد الشديد خبير الشؤون الإسرائيلية، أشكرك شكرا جزيلا سيدي. التطورات متلاحقة، المستجدات أيضا فيها المستحدث والجديد في هذه التطورات سوف نكون معكم فيها في تغطية متلاحقة بعد قليل. أصحابكم الزميل عمرو خليل في ساعة إخبارية وتغطية جديدة هنا القاهرة الإخبارية. شكرا لكم، إلى ملتقى.